السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم السدراني علي. اليوم راح أحكي لكم على مرض جلدي اسمه الأكزيما. زين، الأكزيما شلون الأشخاص يميزون إنه هم مصابين بمرض الأكزيما؟ دائما تصير عندهم حكة، يعني الحكة أول بداية حكة، وبعدين راح يصير عندهم طفح جلدي. زين، وبعدين راح يصير بقع، دائما يكون عندهم أيضا بقع على الجلد، السبب أيضا عندهم حكة. ودائما الجلد مالتهم، الناس اللي يكون عندهم أكزيما الجلد مالتهم جاف، والجلد مالتهم يكون سميك ويكون خشن. زين، المناطق اللي تظهر بيها الأكزيما دائما تكون على بالمناطق اليدين وبالعنق وبالوجه وبالرجلين. الأطفال أكثر شيء المناطق اللي يصير عندهم أكزيما اللي هي مفاصل الركبتين ومفاصل المرفقين. زين، والحكة مال أكزيما ممكن أن تتطور وتصير تقرحات جلدية. زين، أكو أسباب وراثية ممكن تأثر على مرض الأكزيما؟ نعم، من ضمن هذه الأسباب الوراثية الربو. الأشخاص اللي يكون معرضين للربو، عندهم ربو، الربو الأكزيما مالتهم راح تصير ظاهرة وراثية تنتقل من شخص إلى آخر أو من جيل إلى آخر. زين، أكو بعض الأقمشة أو الألبسة أو المواد ممكن أن تسبب أكزيما؟ نعم، من ضمن هذه المواد اللي تسبب الأكزيما أو تكون محفزة على تطور الأكزيما اللي هي الصوف. الصوف والأقمشة الصناعية إذا كانت تلبس على الجلد مباشرة ممكن أن تسبب أكزيما. الحرارة، التعرق، استخدام صابون، يعني هذا الصابون أو الغسولات اللي ممكن أن يسبب جفاف للوجه، هاي أيضا ممكن أن تكون عاملا رئيسيا للإصابة بالأكزيما. وأيضا الحرارة والتعرق وجفاف الجلد قلنا بصورة رئيسية. زين، هذني الأسباب. زين، أكو علاج بالوقت الحالي؟ أكو علاج، بس شنو؟ ماكو علاج نهائيا يوخر لك الأكزيما. أكو علاجات ومراهم وكريمات طبية مستعملة. من ضمن هاي الكريمات الطبية المستعملة والمراهم عندكم هذني الكريمين اللي هو البتنوفيت كريم شركة جاسكس الإنجليزي الأصلي، وعندكم الدرموتان. هذني الشركتين أحد الخلطات أو التراكيب المستخدمة لعلاج مرض الأكزيما. هذني تخبطوهن سوية، هذني العصارتين خبط سوى وتسوون لهم ميكس لمدة 5 دقائق خبط، وبعدين استعمالهم شلون؟ تستعملوهم مرتين باليوم صباحا وليلا لمدة 5 أيام، وبعدين ورا الـ5 أيام تستخدموهم فقط بالليل، فقط بالليل. زين، شلون الاستعمال؟ لازم أول شيء تغسلون المنطقة بصورة جيدة وتجففوها بشكل رقيق وتستخدمون ذن العصارتين. زين، ذن شنو دورهن؟ هذن كريمات مرطبة. أي شيء عندكم مرطب بالبيت، أكواسود، فازالين، نيفيا، أو أي شيء عندكم مرطب تستخدمونه على طول اليوم 24 ساعة مرطب ويدن العصارات. إن شاء الله صحة وعافية.